هذا السائل يقول: حجت والدتي متمتعة، لكنها لم تسعى بين الصفا والمروة إلا 4 أشواط لأنها مريضة، وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها السعي، ولكنها رفضت لجهلها، وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز، وهذا جهل منها، مع العلم بأنني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة، ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية، مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها، وجزاكم الله خيرا. مسألة لها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت في الحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها، وهذه قد طافت وسعت 4 أشواط، فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ. فمن العلماء من يقول إن إحرامها بالحج غير منعقد وأنه لا حج لها، وفي هذه الحال يجب أن ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصر. لكن لو قال قائل إنه في مثل هذه الضرورة يحكم بصحة دخول إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة ويكفيها سعي واحد، لكنت أرجو أن لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم إنه يقول إن أمه أبت أن يأتي بالعربة ليكمل عليها أشواط. أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليها أن يبين أن عمرتها لم تتم، وأنه يلزمها أن تتم عمرتها، ويؤكد عليها حتى لو غضبت لو زعلت، لأن هذا أمر عبادة لا يمكن أن يراعى فيها جانب المخلوق. نعم.